السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم أسئلة اختيار من متعدد خارجي على القوى الكهروستاتيكية. مدونة لفيزياء الإمارات للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر لهذا العام والأعوام الماضية. مذاكرة الفيزياء التراكمية كل درس بيومه. التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. أسئلة الاختيار من متعدد إما مسألة وإما نظري وإما مسألة مع نظري. اقرأ المسألة. لو قرأت هذه المسألة حتشوف أنه هالسؤال حتلاقي هذا السؤال من معطياته عبارة عن مسألة. لذلك عليك تحدد على الرسم القوى المؤثرة هي F2 و F1 وتوجد محصلة القوتين. F المحصلة تساوي ل F1 ناقص F2. F1 أكبر من F2 لأن المسافة هنا أصغر من المسافة هنا. عوضنا من حسبنا بتطلع الجواب B. هذا الجواب. السؤال 2. توضع الشحنات A و B على مسافة 1.5 متر من بعضها البعض وشحنة الجسم A هي كذا بالكولوم في حين شحنة الجسم B هي كذا بالكولوم. تتلقى الشحنة B قوة كهروستاتيكية FB من الشحنة A وبالمثل تتعرض الشحنة A لقوة كهروستاتيكية FA من الشحنة B. ما هي نسبة FA إلى FB؟ فيك تحلها كمسألة وتاخذ وقت طويل. فيك تستخدم الفكرة النظري أنه عندما يعني تكون قوة شحنتين متجاورتين تحدث بينهما قوة متبادلة متساوية في المقدار متعاكسة في الاتجاه. إذن مقدار FE يساوي لمقدار FB. إذا قسمناهم على بعضهم البعض بصير بنسبة 1:1. FA و FB متساويات في المقدار متعاكسات في الاتجاه. فالجواب D. يتم وضع شحنة موجبة مقدارها 10 ميكرو كولوم على كرة موصل معزول مثالية ونصف قطرة 20 سنتيمتر. ما هي القوة الكهروستاتيكية التي يؤثر بها على شحنة نقطية 5 ميكرو كولوم والتي تبعد مسافة 30 سنتيمتر من سطح الكرة؟ وأنا هون رسمت لأن هذا السؤال قسم نظري وقسم مسألة. النظري هنا أنه شحنة الكرة عندما نتعامل مع شحنة الكرة نفترضها موجودة في المركز. لذلك المسافة ما بين الشحنة النقطية وشحنة الكرة ليست 30 سنتيمتر بل هي 20 سنتيمتر زائد 30 سنتيمتر وتساوي 50 سنتيمتر. لأنه ذكر لك بالسؤال أن الشحنة النقطية تبعد عن سطح الكرة 30 سنتيمتر. بتطبق قانون كولوم طبعا بتنتبه للتحويل. لازم الأبعاد تكون بالمتر والشحنة تكون بالكولوم. هون قانون تعويض جواب يعني مشان تتدرب يعني مسوك الآلة الحاسبة ودخل الجواب شو يكون إيه. إذا تضاعفت المسافة بين جسمين مشحونين فإن مقدار القوة الكهربائية بينهما ستكون. هذه نظري. أنت بتعرف من قانون كولوم أن القوة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الشحنتين. إذا كانت المسافة بين الشحنتين R وصارت 2R، الاثنين R حتدخل ضمن التربيع حتصير 4R تربيع. معناتها القوة حتصبح ربع ما كانت عليه. إذا كان لدينا شحنتان Q1 و Q2 تفصل بينهما مسافة، ما هو مقدار القوة المبذولة على Q1 من قبل Q2
وأنت تعلم أن كيو واحد له شحنة 10 ميكرو كولوم، وكيو اثنين له شحنة -20 ميكرو كولوم. هو سأل عن مقدار القوة، ما قال لك نوع القوة. إذن قانون تعويض جواب، حتى ما في داعي تكتبه. تكتب القانون وتجيب الآلة الحاسبة، بتدخل مقدار ثابت كولوم تضربه بالشحنة الأولى، بعد ما بتحوله للكولوم تضربه بالشحنة الثانية، بعد ما بتحوله للكولوم بتقسم على المسافة، أيضا لازم تحوله للمتر، بتربع بيطلع عندك الجواب. تدريب، لازم تتدرب. المسألة 5 و6 نفس الفكرة، فقط هي العملية مشان تتدرب وشوف قديش بياخد منك وقت هالنوع من الأسئلة. 7 أيضا، 5 و6 و7 نفس الفكرة، فقط مشان تتدرب على التحويل على استخدام الآلة الحاسبة. أيضا 8 نفس الفكرة. 9 شحنتين نقطيتين Q1 تساوي 60 ميكرو كولوم وQ2 150 ميكرو كولوم، والمسافة بينهما 3 متر، ما هي قوة التنافر بينهما؟ أيضا قانون تعويض جواب. لازم دايما تتذكر الأبعاد بالمتر والشحنات بالكولوم. شحنتين نقطيتين Q1 60 ميكرو كولوم وQ2 150 ميكرو كولوم، المسافة بينهما 3 متر، ما هو الشغل المطلوب لتقريبهما معا إلى مسافة 2 متر؟ إذا كانت الشحن متشابهة في الإشارة فستكون هناك قوة تنافر بينهما. يتم إعطاء الشغل كناتج ضرب للقوة والمسافة، وفي هالحالة تعتمد القوة أيضا على المسافة. يتم إعطاء مقدار الشغل المطلوب لنقل شحنة مسافة تدريجية dr على النحو التالي: الشغل التفاضلي يساوي سالب ثابت كولوم Q1 Q2 على r تربيع في dr، القوة في المسافة. العلامة السالبة في هذه الحالة لحساب التنافر. نعمل تكامل الطرفين، W تساوي للتكامل القيمة هذه بين D1 وD2. هاي المعادلة ضل عندك داخل التكامل DR على R تربيع. بعد التكامل تصبح بهذا الشكل، 1 على R بين D1 وD2، هذا ثابت كولوم، هي Q1 هي Q2، 1 على 2 m، D2 عبارة 2 متر وD1 عبارة عن 3 متر. صار عندك W تساوي 13.48 جول. إذن الجواب A. هذا سؤال محرج. اكتب في صيغة المتجهات القوة المبذولة على شحنة موجبة مقدارها 1 كولوم بواسطة شحنة سالبة مقدارها -2 كولوم، إذا كانت الشحنتان موجودتان على المحور X مع وجود الشحنة الموجبة على بعد 100 متر إلى يمين الشحنة السالبة. إذن هون بترسم، لذلك أنا رسمت وحددت القوة. عم يقول لي اكتب في صيغة المتجهات، إذن لكتابة القوة بصيغة المتجهات يجب أن نحسب متجه القوة. متجه القوة كون الشحنتين على المحور X، إذن والقوة حتكون على المحور X، ما في عندنا مركبات على المحور Y. كتبت قانون كولوم بهذا الشكل: X هذه هي متجه الوحدة على المحور X. الجواب بيطلع بعد ما عوضت هذا، يعني عندك ثابت كولوم تعرفه Q1 تعرفها Q2 وR تربيع. لا تنسى التحويلات، لازم الأبعاد بالمتر والشحنات بالكولوم.
بيطلع عندك سالب. هنا وقت بدك تحسب القوة بالمتجهات بتاخد يعني بتستخدم مقدار الشحنة ونوعها. عندما بدك تحسب متجه القوة بتاخد مقدار الشحنة ونوعها. لذلك طلع عندك سالب 1.80×10^6 نيوتن على المحور إكس. المركبة على المحور واي صفر، فمندور على أي وحدة بتشبه دي. اي هنا هي إكس وجي هنا هي واي. ما هي وحدات ثابت كولوم؟ يا إما بتكون حافظة يا إما بتستنتجها. تكتب قانون كولوم تستخرج منه ثابت كولوم وبتعوض عن كل كمية بوحدة قياسها بيطلع عندك الجواب. هناك بروتونان على مسافة R1 عن بعضهما. البعض بالقوة F1 تعمل على كل بروتون بسبب الآخر. بدك تنتبه إذا تم نقل البروتونان بحيث تصبح المسافة بينهما R2 وتساوي نصف R1. ما هي القوة الجديدة التي تعمل على كل بروتون بسبب الآخر؟ هي F1 وF2 تساوي لثابت كولوم وQ1 في Q2 على R2 تربيع. نستبدل R2 بنصف R1 لأنه هو عطاك إياها، ومنرتب منرتب فبتطلع عندك بهذا الشكل نصف R1 كلها بتنشمل بالتربيع، بصير عندك ربع R1 تربيع. الأربعة بتطلع لهون وهذه عبارة عن F1. حدد قوة البروتون على بروتون آخر في النواة إذا كانت المسافة بينهما 10^5 متر وشحنة البروتون هذه وثابت كولوم هذه. أيضا قانون تعويض جواب. عندك ثابت كولوم، عندك مقدار شحنة البروتون الأول، شحنة البروتون الثاني، عندك المسافة بينهما اللي هي 10^15 متر. تنتبه لوحدات القياس. وفي رعاية الله لا تنسونا من الدعاء.